ما هي بصي حضرتك دي الغلطة بقى، دي الغلطة يعني. أولا هو ماشي جواز صالونات مفيش مشكلة، لكن نعرف بعض. هي قالت كل اللي حضرتك قلتي عليه في الأول. يعني ثلاث شهور، أنا مش أنا قلت لك اتجوزنا عرفنا بعض واتخطبنا واتجوزنا في ثلاث شهور وتحت مسمى ربنا بارك في الجوازة. مفيش، ربنا بيبارك كل حاجة، بس ده مفيش حاجة اسمها كده. هما لسه ما لحقوش يعرفوا بعض. الحاجة التانية إن هي بتقول هو بيقلل مني أو دايما قال إيه تقريبا، قالت إن هو شايفها مخها صغير ومش انت اللي عايزه اكمل معاكي، مش انت اللي عايزه اكمل معاكي، ومش دي التيب بتاعي. يعني ما حدش يعني ايه التيب بتاعك؟ حتى بيجرح يعني انسان، يعني ما حدش بيجرح انسان، ايه التيب بتاعك؟ طب ما انت عارفها متعمد يجرحها يعني. عايز يجرح. فطبعا لا، يعني كويس جدا ان هي تحاول تتكلم معاه، واحنا قلنا لها تحاول تتكلم معاه. لو ما عرفتش تعمل كده لا، طب انا رايي ما تحاوليش تتكلمي، يعني لا ما تحاوليش خلاص. طالما قال لي كده ده واحد متعمد يأذيني نفسيا، يقلل من شأني طبعا ويأذيني. وبيقول لها انت ما بتفهميش حاجه، ده التقليل اللي احنا قلناه في الاول، ان انا بقل. وهي كمان بتشتغل يعني، ده هي بتشتغل وفي نفس مكان الشغل بتقول، وبيقلل منها وبيقول لها انت. طب ما هو راجل متزن قوي كده، انا مش عايزه كومنت بصراحه عليه، علشان مش عايزه يعني مش عايزه لا هي تتضايق ولا هو يتضايق، بس هو الوضع غريب. وهو كان المفروض من الاول لما اهله راحوا يخطبوا له يرفض. ده اللي انا كنت عايزه اسال حضرتك فيه، وده اللي احنا بنقوله، ان هو لازم يبقى فيه فتره كافيه للتعارف مهما كان طريقه الزواج. ويا دكتور نقطه مهمه بعد اذن حضرتك، احنا بنقول ايه؟ كويس قوي ان ما كانش فيه اطفال طبعاً ولا طبعاً. وهي حامل، عشان كده دايما بنقول فعلا يا جماعه السنه الاولانيه نستنى سنه. السنه الاولانيه دي مهمه جدا قبل ما يبقى فيه اطفال وابتدي اقول لا انا مش مرتاح ولا انا مش عارفه ايه، ويبتدي اطفال يتشردوا في النص. في الحقيقه ما فيش ابحاث عملت، يعني قالت اتكلمت عن موضوع الخلفة يفضل تبقى امتى بعد الجواز، لكن عادة احنا دلوقتي بنقول للناس نستنى من سنة لسنتين علشان يتطبعوا على بعض، يشوفوا هم متفاهمين مع بعض ولا لا، هم عارفين يعيشوا مع بعض ولا لا، لان بره البيت حاجة وقادرين يتحملوا البيت حاجة نفسها ولا لا. بالظبط، ما هي برضه النقلة من بيت بابا لبيت جوزي، مسؤولية العلاقة نفسها، ان احنا كبار، ان احنا ناضجين. مش معنى ان احنا خناقة ان انا هروح واسيب البيت، مش معنى ان خناقة ان انا مش هصرف عليكي ومش هصرف على البيت. يعني خناقة معناها خناقة، نحطها في مكانها ان هي خناقة، مش معناها اي حاجة.